التعليم، كل شيء لو زاد بتقل قيمته إلا التعليم، لما بيزيد بتزيد قيمته. التعليم هو ثقافة الشعوب وحضارتها، والطريق الوحيد عشان نكون ناجحين بحياتنا. لكن مشكلة التعليم هذه الأيام أنه ممل، لأنه ما زلنا نستخدم نفس الأدوات التقليدية المملة. علشان نخلي تعليمنا أكثر متعة، لازم نغير من نمط طرق التعليم. مثلاً، أولاً حاول تجرب كل حاجة بنفسك علشان تختبر المعلومة وتتأكد منها. ثانياً، احرص على التطبيقات العملية، وخاصة المتعلقة بالأحياء والكيمياء والفيزياء. زور حديقة الحيوان، ادخل معامل الكيمياء وغيرها كثير. ثالثاً، استخدم التكنولوجيا للوصول للمعلومة، وشاهد أفلام وثائقيات تدعم معلوماتك. رابعاً، خصص وقت للجلوس مع أصحاب الخبرة والأكبر سناً وتعلم منهم. خامساً، لا تربط التعلم بالمدرسة فقط، استغل وقت الفراغ خارج المدرسة لمناقشة الأصدقاء، تبادل المعلومات معهم. سادساً، لا تترك الأسئلة تعبث بك وحدك، وأطلق لها العنان وجد إجاباتها. تذكر دائماً، ليس هنالك وقت متأخر على تعلم أي شيء، فكل طريق يبدأ دائماً بخطوة. تيدكس شباب، نبدأ صغاراً.